عاصمة طاغية على العمل ديالنا داخل هذه المؤسسة، وهي انعدام الثقة. طبعا تشكيلة هذه اللجنة مع احترامنا لبعض الأعضاء النزهاء فيها، طبعها الطابع الحزبي والعائلي قبل ما ندعموا الفرق الرياضية حطوا سياسة رياضية، قضايا ذات الأولوية تبرمج في القريب العاجل. اللي باغي يمشي يخرج يدير عطلة يمشي يسافر بصحته، ولكن قنيطرة هي الأولى. أنا كنظن بأنه منذ بداية هذا المجلس وكاين واحد السمة طاغية على العمل ديالنا داخل هذه المؤسسة، وهي انعدام الثقة. المشكل اللي عندنا هو مشكل ديال الثقة، ماشي مشكل ديال تقديرات سياسية أو تقديرات في إطار التدبير، وإنما هي مشكلة ديال الثقة. فكيفاش مثلا في دورة فبراير قمنا بتأجيل بشكل توافقي مع جميع الأعضاء ديال المجلس أن نأجلوا مجموعة من النقاط لدورات أخرى للبت فيها، باعتبار بأن هذه النقاط غايبة عليها المعلومة أو فيها مجموعة من الاختلالات. فالدورة الاستثنائية اللي اقترحناها اللي ضفنا فيها مجموعة من النقاط اللي ممكن أنه ذات الأولوية اللي ممكن أنه نعالجوها خدمة الصالح العام، على غرار مثلا ظاهرة الكلاب الضالة، كيتم الرئيس بجرة قلم كيرفضها وكيعللها غير من الناحية التقنية، ما عندها حتى شي بعد سياسي. فملي كتقول بأنه ظاهرة كلاب الضالة ما نناقشوهاش دابا نناقشوها من بعد، هذا يعني أن الرئيس عنده توجه ديال أن كلاب الضالة يبقاو كيهددوا السكينة، هادشي اللي كنفهم. لكن لما الرئيس جاب لنا اتفاقية شراكة حول ظاهرة الكلاب الضالة كنت في الوهلة الأولى زعما معبرا على أساس أنه خصنا نقبلوا هذه الاتفاقية إلى آخره، لكن ملي كتفحص بشكل دقيق من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية لهذه الاتفاقية كتلقى فيها مجموعة من اختلالات. مثلا هل يمكن للجنة أن تقوم مقام المجلس فيما يخص المصادقة؟ أنا شخصيا اقترحت للرئيس تعدل هذه المسألة هذه، لكنه رفض التعديل، فبالتالي ذهبت في اتجاه التأجيل. لما اتفقنا أنه نأجلها في دورة استثنائية أخرى رفضها الرئيس، فبالتالي الرئيس هو اللي يتحمل المسؤولية السياسية أمام هذا الشيء اللي كنعيشوه هنا في مدينة القنيطرة. أعتقد بأن المصادقة على هذه اللجنة والظروف اللي مرت منها كتبين الوضع اللي كنعيشوه داخل المجلس. الرئيس للأسف ومعه الأغلبية عبروا عن فشلهم في تدبير مدينة القنيطرة، الآن كيواجهوا الاحتجاجات ديال الساكنة. المبرر ديالهم أن المعارضة ما كتخليش الرئيس والأغلبية أنهم يشتغلوا. الرئيس مع مكونات المجلس بما فيهم معارضة وقتاش يتلاقاو، القانون كيعطينا الحق نتلاقاو 3 مرات في السنة، باقي الأيام الرئيس هو الذي يدبر. وقتاش كنختلفوا كنختلفوا غير في الدورة، ما عندش الحق للمستشار الجماعي أن يتدخل في شؤون التدبير غير أنه يكون رئيس أو أحد النواب. فبالتالي التدرع بانقسام ديال المجلس هو اللي كيخلي ان الرئيس ما يشتغلش، هذا كنظن بانه موقف يحمل ما يحمل من تضليل وتدليس للساكنه. خاصنا قنيطرة نقولوا الحقيقه اللي كاينه، الحقيقه هي ان هذه الاغلبيه ما قدرش تشتغل، ما قدرش انها تعطي الاضافه للمدينه. عوده لهذه اللجنه اللي كنلاحظوا، اولا غياب
شباب في هذه اللجنة، على الرغم أنه عدد من الشباب اللي كنعرف قدموا الطلبات ديال التحق ديالهم باللجنة. ثانيا، طبعا تشكيلة هذه اللجنة مع احترامنا لبعض الأعضاء المزهاء فيها، طبعها الطابع الحزبي والعائلي، بالإضافة إلى أن مصداريا هذه اللجنة خصنا نكونوا تستنى بتشكيلة ديالها قبل من الدورة حسب المادة 35 من القانون، بالإضافة أن هذه النقطة لم تخضع للنقاش، بالإضافة أن هذه النقطة مرت خارج الوقت القانوني للدورة. الوقت القانوني للدورة ينتهي في حدود الساعة 9، تم مصادقة على هذه الدورة على هذه النقطة 9:29، فبالتالي الوضع غير ساري، والتحجج بالمعارضة بقوة المعارضة فما كنظنش أنه الرئيس ربما غادي يضطر يعطي الإضافة إلى بقى دائما مختبئ وراء قوة المعارضة. فبراير صدقنا على في إطار اتفاقية شراكة على مجموعة من الاعتمادات المالية خصناها للجمعيات الرياضية. كنظن بأنه كنعيش واحد العشوائية منذ سنوات في إطار هذا الدعم. أنا كنظن بأنه قبل ما ندعموا الفرق الرياضية حطوا سياسة رياضية، سياسة رياضية لهذه المالية على أساسها غادي نمنحوا الدعم. يمكنش لنا انه جيب جمعية الفلانية، جيب الفرق الفلاني، جيب كذا كذا وعطيه واحد البركة. هذا الشيء كنظن بانه غادي يزيد من ازمة الرياضة في مدينة القنيطرة. كنشوفوا على جميع الاصعدة باستثناء رياضة ركوب الامواج وكذلك رياضة كرة القدم داخل القاعة اللي هما اللي كيعطيونا شوية ديال الاشعاع. كنظن بانه احنا محتاجين سياسة رياضية، ما محتاجينش للدعم. الدعم اكيد خصو يكون، ولكن وفق سياسه رياضيه واضحه مبنيه على الشفافيه. ماذا يعني مثلا ملي كنجيو نقلبوا على اتفاقيه شراكه كلهم في اطار مع الجمعيات الرياضيه، اغلبهم حاطين طلبات ديالهم في 11 يناير، اغلبهم كلهم صدفه، فكيبان هناك واحد نوع من عدم الوضوح فهاد العملية. الدورة اللي فاتت جاونا مجموعة من الجمعيات كانوا غادي يستافدوا، لكن الرئيس طلب تأجيل ديالهم وما دي الخلاصة اللي كنظن بأنه خاص القنيطريين يعرفوها. وللأسف دابا الرئيس هو الذي يملك الأغلبية، هو اللي عنده سلطة القرار. الآن واش غادي يضيف في الدورة الجاية هاد النقاط هادو كلهم العلاقة، واش يضيفهم في الدورة الجاية ولا لا؟ حنا على الأقل في فدرالية اليسار، مستشار في فدرالية اليسار، بدنا الواجب ديالنا طلبنا إدراج هذه النقاط ذات الأولوية في إطار الدورة الاستثنائية، لكن الرئيس رفضها. كنعرفوا شحال النوايا ديالو، ما علاش لينا بشكل واضح علاش كيمشي تيقول لك ودي أنا عندي مشكلة ديال كلاب الضالة، كيجبنا اتفاقية كلها اختلالات، كنجيو حنا كنقولوا له اودي برمج دورة باش نناقشوها باش نحلوا هذا المشكل، كيرفض في لقاء مع فعاليات المجتمع المدني تقول لهم انا جبت اتفاقية ورفضوها ليا. انا كنظن بانه الرئيس خصو يتحمل المسؤولية التامة ديالو، انه قضايا ذات الأولوية تبرمج في القريب العاجل. اللي باغي يمشي يخرج يدير عطلة يمشي يسافر بصحته، ولكن القنيطرة هي الأولى. في الآن كنظن بأنه الرئيس خصو يتحمل المسؤولية ديالو ويخرج من منطق ديال الأغلبية معارضة، يمشي على أساس أنه رئيس مجلس جماعة القنيطرة وما أدراك من مدينة القنيطرة، خصو يتحمل المسؤولية ديالو ويمارس ما يخوله له القانون.